حرة ما شاء الله تبارك الله. نمشي وأيضا على اليمين ما شاء الله وحيرة كبيرة جدا. أنا حبيت أحبتي أن تشاهدون هذه اللحظات الجميلة ما شاء الله. نمشي والماء يمشي معنا على اليمين وعلى اليسار ما شاء الله ما شاء الله. هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي متابعي سناب معالم المدينة، ونحن الآن في هذا المكان الجميل الذي يسمى وادي الغصن. هذا المياه، هذه المياه تأتي من جنوب المدينة، من منطقة تسمى النقيع، من منطقة تسمى النقيع، وثم إن هذه المياه تصب في وادي العقيق. وجاء ذكر هذا الوادي وادي الغصن في عدد من المصادر التاريخية، منها معجم معالم الحجاز لمؤلفه عاتق بن غيث البلادي، حيث قال: الغصن وادي يصب في العقيق من الشرق من حرة النقيع ويدفع قريبا من بئر الماشي. والغصن نوع من الشجر يسمى الغصن، وذكر هذا المكان وادي الغصن ياقوت الحموي، حيث قال: وادي قريب من المدينة تنصب فيه سيول الحرة، وقيل من حرة بني سليم يعد في العقيق. وذكره كثير عزة في أشعاره حيث قال: لعزة من أيام ذي الغصن هاجني بضاحي قرار الروضتين رسومه. هذه ما شاء الله إحدى البحيرات الجميلة في وادي الغصن، صراحة بحيرة جدا جميلة ورائعة. بس باقي لو هذه الجبال كانت خضراء كانت تمام. ليش رأيك شيخ محمد؟ ولا أجواء ما شاء الله، الجو ما شاء الله رائع جدا وبارد ما شاء الله، والبحيرة فرصة يعني المدينة اللي حاب أحد يجي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله موجودين. يعني الماء. وهذه صورة قريبة جدا من عند البحيرة، شوف نلاحظ كيف الماء ما شاء الله يجري ما شاء الله. البحيرة كبيرة، يعني توجد عدة بحيرات في هذه المنطقة، هذه أحدها ما شاء الله تبارك الله. طبعا وادي الغصن لمن يسأل عن هذا المكان قريب جدا من المدينة، قريب جدا من المدينة، يعني ممكن تقريبا 15 كيلو عن المدينة. مكان جميل ورائع، أنصح العوائل والشباب بزيارة هذا المكان والتنزه. وحولنا هنا عوائل كثيرين ما شاء الله، عوائل كثيرين، شوف السيارات ما شاء الله. أسأل عن المكان، هذه أسماك الحمراء، المنتزه الشهير المعروف في خط الهجرة، أنت طالع على مكة وجدة يجيك على اليمين مباشرة. وادي الغصن، الشارع الذي يؤدي إلى وادي الغصن أو الفتحة التي تؤدي إلى وادي الغصن أمامه مباشرة في الخط المقابل، وفي أمان الله.